دكتور محمد. ايوه. التصالح في الارض الزراعيه اخباره ايه؟ واحنا بقينا 3.5%، احنا كنا من 10 15 سنه كده كنا بنقول في المدارس مصر 4% زراعه و96% صحراء. النهارده بقت 3.5 زراعه و7.5 زراعه نتيجه التبويه. لا معلش، ما صلح لي المعلومات. ما احترامي اعتقد الاحصائيه دي مش هتبقى دقيقه يعني. طيب انا ما عنديش دوكيمنت دلوقتي اقدر اتكلم بعيدا فيه. عن النسبه المئويه، التصالح بقى في البناء على الارض الزراعيه. بص حضرتك، هو اولا انا اللي قدمت مشروع تعديل القانون. تمام. وعلى فكره انا قدمته نتيجه لقاء طلبوا مني مواطنين عايزين نروح اقعد معاهم. رحت لقيت تجمع كبير جدا من الفلاحين وغيرهم ومهندسين وكل من الدايره. من عند حضرتك؟ من الدايره. حضرتك دايره ايه يا فندم؟ عند دايره طوخ. طوخ. تمام. خدت بال سيادتك؟ فهم اللي اوحوا لي، هم حكوا لي على قصه التعقيدات الشديده في اللائحه التنفيذيه اللي صدرت، ادت الى اني تقريبا الاعداد اللي تمت قدمت طلبات محدوده. وده قاله رئيس الوزاره في اخر اجتماع مجلس المحافظين، قال كل الحصيله لم تتجاوز 30 مليون جنيه، مع ان احنا كنا مقدرين انها هتبقى مليارات. فاذا في حاجه غلط. فبدانا نسمع منهم، فهم اللي ادوني ملامح التعديل، يعني ملامح التعديل ده صادر من الناس. وانا صيغته في صياغته القانونيه وقدمته. يعني جاي من الناس رايح للناس. اه بالظبط. طب نقطه الارض الزراعيه بس. بص الارض الزراعيه حضرتك، احنا عندنا زي ما قال الحاج 22/7/2017 ده السقف اللي هينتهي عنده التصالح. يعني لازم تكون المخالفه حدثت بعد قبل 22/7. ليه 22/7/2017؟ لان ده التصوير الجوي اللي اتعمل لكل مصر. ده اخر تصوير جوي عملته القوات المسلحه لكل مصر. فبالتالي المخالفه ثابته بصوره فضائيه. ما حدش يقدر ايه يلعب فيها. وكان الهدف من هذا، كان الهدف من هذا ان انا ما يجيش بعد كده ويعمل لي بعد صدور القانون منشأ مخالف يقول لا ده قديم. ويساعده ضعاف النفوس اللي موجودين في المحليات اللي الكلام كتير عليها كتير. لكن بعد 2017 ما فيش تصالح على الزراعيه بس. على الاراضي الزراعيه. على الاراضي الزراعيه. طيب بالنسبه للارض الزراعيه ايه فقط. تاني في مضمون التعديلات اللي بص كانت حضرتك. اراء الناس حضرتك، هو التعديلات تضمنت سبع نقاط اساسيه اللي سريعا في عناوين اللي انا تقدمت فيها ووافق عليها لجنه الاسكان. اتفضل. وعلى فكره رئيس لجنه الاسكان ايضا كان مقدم تعديلات برضه عشان يبقى كنا اثنين يعني. هو مقدم من ناحيته وانا كنت مقدم. كويس. فلجنه الاسكان وافقت على التعديلات المقترح مني ومنه. وفي نفس الوقت البرلمان وافق عليها. في النهايه موافقه نهائيه، واصبح القانون ناقص بس يوقع من سياده الرئيس وينشر في الجريده الرسميه ويصبح ساري، اللي هو التعديل يعني. التعديل بيشمل ايه؟ كان النص للاراضي الزراعيه ان تكون الكتل السكنيه متاخمه للحيز العمراني المعتمد. ولما جم يطبقوا متاخمه فسروها على انها الملاصقه، اي التي لها حدود مشتركه مع الحيز العمراني المعتمد. وطبعا هذا النص هيخلي جميع الكتل السكنيه مش هتخش. فغيرناها، قلنا نخليها القريبه. القريبه، واللائحه التنفيذيه مع وزير الزراعه يحددوا القرب ده قد ايه؟ هل هو 50 متر؟ هل هو 100 متر؟ هل هو 100 متر؟ طبعا المنطقه ولا لا طبعا هيبقى على عموم مصر. اللائحه التنفيذيه هتحدده. خدت بال سيادتك؟ وزير الزراعه. من خلال وزير الزراعه رئيس الوزراء هيطلع اللائحه التنفيذيه في الحته الارض الزراعيه تحديدا. الحته دي بالذات. حته الارض الزراعيه. طب معلش انا اسف. معلش اعذرني. هو انا ليه اتصالح مع حد اصلا بني على ارض زراعيه واحنا عمالين نزيد وعايزين ناكل؟ بص حضرتك ليه؟ هو حضرتك دي احنا قلنا قبل 22/7/2017 دي حالات كتيره جدا بالملايين. تمام؟ ولا انت هتقدر، وبعدين بقت فيها سكان. لا الحكومه هتقدر تزيلها، واذا زالتها لن تعود ارض زراعيه. يبقى انت بتهدر ثروه قوميه صحيح بتاعت مواطنين بس بتاعت مصر في النهايه. خدت بال سيادتك؟ فده الفكر اللي الحكومه، على فكره الحكومه اللي بتقدمها المشروع الاصلي مش احنا، مش النواب. احنا قدمنا التعديل نتيجه ان في التطبيق بقى في مشاكل كثيره. فالحكومه بتعالج قصه
مشكلة ضخمة جدا صعبة انها تتصدى لها بالإزالة. فأصبح الحل هو التقنين والمصالحة. فاتقدم المشروع من الحكومة والبرلمان وافق عليه، ثم احنا طلبنا التعديل والبرلمان وافق عليه. بعد 2017 بيتم إزالة العقارات اللي على الأرض الزراعية. ده زرع وحبس بقى، ده العقوبة مشددة. طيب هناخد فاصل ونرجع نتكلم في التفاصيل دي. فاصل قصير للسادة المشاهدين ونرجع معاكم نكمل موضوع العقارات المخالفة في الأراضي الزراعية وغير الأراضي الزراعية كمان.